عاده هذا اليوم انا راح احلل بس ما راح اقول من مقصر صراحه. يمكن 6 مرات عندنا هنا ما ادري نضحك ما ادري نبكي والله ما ادري. طبعا المنطقه منطقه الطارميه يسموها عمشه مدخل الحي عمشه من هنا ما ادري هذا اكو مدخل من هنا لهذا الطريق. تلاحظون الطريق عريض ودا يتم تاهيله ايضا يعني هذا الطريق منه يستوعب مركبه مركبتين وتكون 3 مركبات. اكو مدخل هنا السير يجب ان يكون بطيء بطيء لازم يكون بطيء. اذا اكو مسارين متوفره راح تلاحظون الحادث طبعا راح تدوخوا راح تعرضوه كم مره وتبقون تحللون قد يكون شيء فايت علي عادي. هذه المركبه دا تريد تستدير راكبه قالت له نازل وقف حتى تنزل الراكبه. شوفوا وقوفه وين وهناك مجال لمركبتين انه تسير بالطريق تسير بالطريق. راح نلاحظ الحادثه والمره وراح نعيده بالبطيء. خلي شغلات حسين مشكور طبعا شوف اللي راح يصير شنو هو. حادث هسه نجي نعيده بالبطيء. السياره الفتون من كانت متوقفه دا تنزل منها راكبه. لاحظوا هنا خلي يوقف لي بالله رايت حسين التصوير. هذا مدخل هنا جتي هذه البيك اب تريد تدخل من هذه المنطقه. اذا سوى خفف من سرعته بدا السير هنا ياخذ حيز من الطريق. اجت كيا وراه خلني شغل بالبطيء مره ثانيه شوفوا الكيا هذه الظل مالتها اجى هنا الكيا. لاحظوا هذه الكيا جتي اكو حركه بطيئه صار. وقف لي رائد حسين وقف لي وقف لي وقف وقف باع هذا السياره هنا وهذا لوري ده يمشي هنا مسارين مشتغله كل شيء ماكو. راح نشغل مره ثانيه اكو حركه بطء صار بحركه السياره هنا. لاحظوا هذا اللوري طلع جتي هاي الكيه وراه. لاحظوا هاي الكيه لاحظوا هذه وقف لي. شوفوا ابو اللوري هنا هو محمل فارغ. هسه نشوف احنا محمل لو فارغ كان يمشي بسرعه وبدون انتباه. طبعا الساعه بيش يوم 7/22 الصبح بال9 الصبح بال9:26 دقيقة. شوفوا ايش كم مسار 1 2 3 هذا بطل يا سيارة امام بطلت وهاي وقفت دا تريد نزلت الراكبة دا يريد يحرك يريد يدخل يطلع لامام ما ادري بس اكو مسارين مشتغلة. ابو اللوري راد يصطدم وين؟ راد يصطدم هذه المركبة الكبيرة. انحرب بقوة اثار المواقف موجودة راح تشغل بالبطيء ايضا. شوف شلون صدم هاي الكية مع اثار المواقف صدم فارغ طبعا شوفوا صدم الفتون. الفتون رجعت على ابن الخايبه هذا ابو الكيه ما يدري مين يتلقاها ما ادري مين بوجه من مصبح ما ادري باع صدم ابو الفتون رجع اصطدم بالاوباما التشارجر ونزل هنا ابو الفتون واللوري شوفوا يعني الحمد لله لحد الان نقول ان شاء الله ما قدره. بس هذا اذا صارت بي سكتر ارتفع عنده الضغط صار بي سكر اكيد انطي الحق ما يدري مين يتلقاها. جت ضربه من الخلف وراها جت ضربه من الجانب وراها جت ضربه منه شو يسوي وين يطي وجهه ما يدري. هل يجي واحد يقول مقصر؟ اكيد ما مقصر هو. خلينا نعيد الحادث مره ثانيه رائد حسنين ونشوف هذا الحادث. لاحظوا شوفوا اثار المواقف من بين اجى وانحرف. راد يخلص من الحادث راد يخلص من حادث اقوى بالمركبه اللوري اللي امامه لان صار بطء. لاحظوا بطء في حركته غير مساره او راد يدخل من دام فجاه غير مساره. السرعه كانت شديده لابو السياره اللوري. هذا الحادث اللي صار سببه شنو؟ بس لو حدث شيء من المسؤول ومن المقصر؟ هاي نترك التحليلات للاخوان لان بدوا الجماعه يدققون يراقبون يعرضون الفيديو كم مره فد 20 30 مره ويدورون اذا اكو طسه ويدورون ماكو علامه واحد يقول تقصر من دوم الحاصل اني هاي نعرضها احنا لكم لغرض الفائده واخذ الحيطه والحذر. هل كان توقف هذه السياره صحيح؟ هاي 1. 2 كم كان يقود بسرعه؟ هل حاول تفادي الحادث اللوري وانحرف على اليمين مما ادى الى اصطدام بهذا الشكل؟ لاحظوا لاحظوا اللوري كان يمشي ورا شوف انحرافه من انحرف لرادسته. هذا كان يريد يدخل ورا الكيه الكيه ثقلت ليش دخول وعند الفتون هذه واقفه لازم ينتظر يتاكد مدى تحرك يلا يدخل لزم بريك استعن موقف. مسافه لمان تلعب دور هنا الانتباه يلعب دور السرعه تلعب دور. تحياتي لكم.